يبدو أن اليوم الذي سيصبح فيه فنجان القهوة مشروبا غالي الثمن وغير شعبيا قد اقترب. فسعر عقود القهوة الأمريكية أرابيكا سجل في جلسة 24 من سبتمبر قمة 13 عاما عند 268 دولارا للطن الواحد. تخيلوا، بل صعد سعر العقود 50% منذ مطلع العام. والسبب في ارتفاع أسعار المشروب الذي يوصف بأنه معدل للمزاج ومنبه قوي وطبيعي هو أزمات المناخ في أكبر منتجين له. فالجفاف يضرب البرازيل، أكبر منتج للقهوة عالميا، والأعاصير الشديدة في فيتنام، ثاني أكبر منتج له. والنتيجة تعطل سلاسل توريد القهوة العالمية. ثلث القهوة المستهلكة عالميا في أوروبا، أي قرابة 3,200,000 طن متري سنويا. أما البرازيل فمسؤولة عن 40% من الإنتاج، وبالتحديد حبوب قهوة أرابيكا الأشهر، لكنها اليوم تواجه أسوأ جفاف منذ 70 عاما. أما فيتنام فهي أكبر منتج حبوب روبوستا، وهو البن الأرخص ويستخدم للقهوة الفورية، فهي تعاني أعاصير أبرزها ياجي الذي دمر مناطق زراعة البن الرئيسية في البلاد خلال سبتمبر 2024.